انا مره رحت الجازان وكانوا عازمين الله يجزاهم خير شهاده حق والله مو بقدام الرجل هذا انهم اهل كرم يعلم الله اننا تغدينا مرتين المهم جالسين على الاكله وقاعد انا اكل وانا رجال اهوجس كثير فهم عندهم خبز اسمه لحوح ملوح لا مو ملوح في لحوح لحوح عندهم خبز اسمه لحوح منهم ذول الجزان لحوح اللي هو الطبق السميك اي واطباق كثيره وما احد اطباق عسل انا من عادتي لما اني خلصت اكل احب احلي اي شيء بالي احب احلي فيه بس اهم شيء حلو يوم خلصت اكل وانا قاعد اهوجس وهم يسولفون 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 امر اكل حلا من راسي انا سويته فجاه بدون مبالغه السفرة كاملة بعد كلمة قالها واحد قال يا محمد قال أيوة قال شوف عبد المجيد ياكل لحوح مع عسل يوم قال دي الكلمة كل اللي بالسفرة قاعدوا يضحكون يضحكون وأنا صرت أقول مساكين شوفهم بدأ يضحك يا أخوي هذا زي اللي ياكل حلب خبز بر لا هم قالوا لي زي اللي ياكل تمر مع جريش أنا إيش سويت أخذت قطعة لحوح وحطيتها مع عسل وأكلتها ليش طيب ولا لا؟ انا بالنسبه لي طيب بس هم ضحكوا وضحك نفس لما اكلت المعلوفه بالخبز يا شيخ مش هالضيف الرخيص ويضحكون علي تاكل لحوم عسل تحك وانا ضروري بس ما ادري شرد ايش اقول خلصنا الجلسه رحنا المهرجان بالكواليس يا محمد شفت عبد المجيد ايش فيه ياكل لحوم عسل تحك وانا تقلي مساكين ما صار هذا الموسم بس راح اجي جدار افا هو شو لحوح خبز يا ابو لحوح خبز بس يا اخي اللحوح مع مالح بزياده مع الحلبه صح مع الحلبه مع الحلبه مع العافيه ما شاء الله شو اسمه والله العافيه